نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأغنني وأوسع علي في رزقك. اللهم إني أسألك أن تغنيني وأن توسع علي في رزقك. الغنى مقابل الفقر، والفقر والغنى بالقصر متقابلان، والسعة في الرزق هذا جزئي من جزئيات الغنى أو مصداق من مصادق الغنى. هنا مواقف عديدة للتأمل والاستفادة في هاتين الجملتين. أنا باختصار أمر على هذه المواقف. أغنني وأوسع علي. الغنى والفقر في الروايات وفي الأدعية مكرر استعمل لما هو الأصل فيهما، وهو غنى النفس وفقر النفس. هذا هو الأصل وهو السبب. الغنى إن كان في النفس ينبعث الغنى من النفس على حواس الإنسان ومعقولات الإنسان. فمكرر في الروايات صرح بأن الغنى غنى النفس، هذا هو الأصل وهو المهم وهو الذي ينبعث عنه كل أنواع الغنى. إن كان أغنني بهذا المعنى يكون أوسع علي في رزقك من ذكر الخاص بعد العام، يعني هذا واحد من مصاديق الغنى. إلهي اجعلني غنيا في نفسي، نفسي تكون نفس غنية. إذا النفس كانت غنية سواء كان الإنسان فقيرا في المال أو غنيا في المال، هذا مو هالقد مهم. نعم امتحانان
كلاهما صعبان، الفقر في المال والغنى في المال. أما ليس شيء منهما بأهمية الغنى في النفس والفقر في النفس، ولكن مع ذلك إلهي أوسع علي في رزقك، خليني غنيا في المال أيضا. وإن كان رزقك كما في الأدعية والروايات أيضا استعملت هذه الكلمة الرزق للأعم من المال، والغنى والفقر على الاصطلاح العلمي موضوعان مشككان، يعني مراتب كل واحد منهما مختلفة. يعني قد يكون الغنى في النفس بمرتبة ضعيفة، قد يكون الغنى في النفس بمرتبة أحسن، قد يكون الغنى بمرتبة أعلى، وهكذا إلى أعلى المراتب. حتى الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام كل ما عنده من الله سبحانه وتعالى، فمهما أعطاه الله، أعطى الله الإمام المعصوم من الغنى في النفس، مع ذلك هناك مجال للمزيد. عطاء الله ليس محدودا، كنز الله ليس محدودا. نعم المعصومون عليهم الصلاة والسلام أكثر المخلوقات على الإطلاق وجميعا استدرارا لفضل الله سبحانه وتعالى في مختلف المجالات ومختلف الميادين، ولكن مع ذلك هذا لا يعني أن الإمام المعصوم لا يرى نفسه بحاجة إلى استعطاء الله، إلى سؤال الله المزيد في الغنى في النفس، لأن كل ما عنده من الله سبحانه وتعالى. نعم بالنسبة إلينا الإمام المعصوم هو الأرقى والأعظم والأكبر والأقدر، أما كل هذه الأسماء للتفضيل بقدرة الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى. وأغنني وأوسع علي في رزقك، طبعا يحتمل وإن كان بعيد عن مقام البلاغة والأدب الرفيع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يحتمل أن يكون هذا عطف تفسيري، ولكن في موارد أخرى ليس هكذا. الذي يبدو للنظر أن أغنني سؤال لغنى النفس، الإمام هو يسأل من الله ذلك، نحن أيضا بدورنا نتعلم من الإمام عليه السلام عندما نتلو هذا الدعاء نسأل من الله غنى النفس. وأوسع علي في رزقك، هنا نكتة وأنتم أهل الفاضل، أوسع ووسع، باب الإفعال وباب التفعيل. إذا تلاحظون تدققون، إذا فد وقت صار لأحدكم مجال يتوسع في هذا المجال في هذا المطلب، يجد الكثير من الدقائق في كلمات أهل البيت عليه الصلاة والسلام، سواء في الأدعية أو في الزيارات أو في الخطب والرسائل أو كلماتهم الأخرى. من السابق من الأوليات في أول كتاب يقرأه طلاب العلوم الدينية كتاب جامع المقدمات، يقولون باب الإفعال
وباب التفعيل لتعدية الفعل اللازم. في هذا المجال يعني في الفن الأدبي، سواء باب الإفعال وباب التفعيل، أما في المعنى يختلف. أوسع ووسع يختلف معنى الآخر. وسع الثلاثي المجرد هذا ليس متعديا بنفسه. إذا أردنا أن نضفي على معنى السعة هذا المعنى اللازم، نضفي عليه معنى التعدية، يعني صدور السعة من جانب ووصولها إلى جانب، هذا بحاجة إلى أحد ثلاثة أشياء، إما حرف جر أو باب الإفعال أو باب التفعيل. أو سعى بمعنى التوسعة، أصل التوسعة يستفاد من باب الإفعال كما يذكر ذلك الشيخ الرضي رضوان الله عليه في شرحه على الكافية والشافية، ويذكره بتفصيل، وفي كتب اللغة بإجمال يذكره. أما وسع بمعنى التكثير، فد إضافة أربعة. وسع مادة السعة أكو، ومصدر التوسعة اللي يعبرون بالإصطلاح الأدبي بفاعل التوسعة، ومورد التوسعة اللي يعبرون عنه بالإصطلاح الأدبي بمفعول التوسعة. السعة تصدر من جانب، من الله سبحانه وتعالى مثلا، وإلى العبد. الله سبحانه وتعالى بالإصطلاح الأدبي فاعل التوسعة، والعبد بالإصطلاح مفعول للتوسعة، يعني التوسعة تصله ونفس السعة. فالبحث مفصل هناك في أنه قد يكون باب التفعيل والسع. الإمام عليه السلام هنا ذكر باب الإفعال أو سع، في موارد أخرى باب التفعيل، في بعض الأدعية الذي علمها المعصومون عليهم الصلاة والسلام للناس والسع. في هذا الدعاء للإمام هو يسأل من الله، ونحن تبعا باعتبار أنه إمام وأسوة، ونحن نقتدي أيضا نقرأ أوسعكم. في المجال الفني اللغوي والصرفي يقولون وسع غالبا، هم دائما ها، غالبا للتكثير، إما تكثير نفس الفعل أو تكثير الفاعل أو تكثير المفعول أو اثنين من هذه الثلاثة أو كل الثلاثة. أوسع يعني خليني في سعة، هذا رزقك خلي واسع، مو متر مربع سوي متر ونص، سوي مترين، سوي ثلاثة أمتار، مجرد التشبيه. وسع يعني كثر التوسعة، اجعله واسعا كثيرا. هذا التغييرات الصرفية في العبارات غالبا لها معاني، هكذا يذكرون في باب الإفعال وفي باب التفعيل. هسه الإمام عليه السلام ليش هنا ما استفاد من كلمة من باب التفعيل؟ ما قال ووسع، ما طلب من الله تكثير السعة، طلب أصل السعة. وفيما
موارد في الأدعية أكو علمونا قالوا اقرأ هذا الدعاء بعد كل فريضة، اقرأ هذا الدعاء في يوم كذا. في زيارات المعصومين عليهم الصلاة والسلام أكو بعض الزيارات الإمام عليه السلام هو زار بهذه الزيارة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا، أو الإمام الحسين عليه السلام. في بعض الزيارات أكو الإمام يعلم الأصحاب، بعض الأصحاب زر بهذه الزيارة. إذا تدققون كلمات هذه الزيارات تختلف، فرق أكو بين الشيء الذي يخاطب نفس الإمام عليه السلام في زيارة الشهداء، في ملحقات زيارة وارث أكو بأبي أنتم وأمي، هذه الزيارة مو مروية أن الإمام هو زار بها، الإمام علم صفوان هذه الزيارة. فأنتوا اقروا هالشكل، الإمام المعصوم لا يقف أمام غير المعصوم ويقول له بأبي أنتم وأمي. هذه الزيارة زيارة وارث من الزيارات التي أمر الإمام عليه الصلاة والسلام صفوان زور بهذه الزيارة. وبضمنها في زيارة الشهداء أكو بأبي أنتم وأمي، والإمام هو زار. أما الإمام عندما يزور أكو زيارات، الإمام الصادق عليه السلام زار الإمام الحسين عليه السلام بكذا زيارة، فارق أكو. وهذه نكات جدا مهمة. الإمام هنا يسأل من الله سبحانه وتعالى وأوسع علي في رزقك، ووسع، لعله من باب هذا التفريق بين باب الإفعال وباب التفعيل أن الإمام عليه السلام شي يريد رزق هواية ما يريد، لعله سعي بس عفاف والكفاف. أصل السعة يطلبه من الله، أما تكثير السعة في مجالات آخر الإمام يسأل من الله سبحانه وتعالى. لعل أوسع هنا مو وسع، إن كان المراد من الرزق مجرد يعني الأكل والشرب والمسكن والملبس والحوائج المادية يحتاجها الإنسان لبدنه لعائلته لأقربائه لضيوفه، أصل السعة. إذا تذكرون ولعل بعضكم يذكر قد رواية مفصلة أكو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة ذهب مع أصحابه في الصحراء، أجوا إلى واحد استسقوا وما أنطل النبي شيء، الإمام دعا له بكثرة المال، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال. مروا على فتى قروي طلبوا منه، فأنطل النبي وأصحابه، ما منع النبي وأصحابه طعم لبن ماء كذا. النبي صلى الله عليه وآله لم يدع له بكثرة المال، دعا له بالكفاف والعفاف، ما يكفي والعف يعني يعف يمسك عن طلب أكثر مما يكفي. قالوا يا رسول الله لكن اللي انطاك دعوت له بالكفاف والعفاف، واللي ما انطاك دعوت له بكثرة المال. مضمون الرواية أن النبي قال له هذا الدعاء لمن منعني منعنا وما أعطانا، هذا الدعاء هذا مو دعاء له، دعاء عليه، هذا ابتلاء، كثرة المال ابتلاء. ذاك الذي أعطانا هذا دعاء له، الكفاف والعفاف. هذا طبعا بالنسبة للشخص، ها هذا خارج عن موضوع آخر وهو مسألة مال لخدمة الدين لصلة الرحم للأمور الخيرية، ذاك بحث آخر وله مجال آخر. وأغنني
خلي نفسي إلهي نفس غني. النفس إذا صارت غنية هذا من أسس كل خير في الدنيا والآخرة، وهذا شيء بالنسبة يكون عطية إلهية ولعلها نسبة أقل، وبنسبة أكثر يكون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بحاجة إلى سعي الإنسان، يعني ممارسة الإنسان، تمرين الإنسان، تأمل الإنسان، دعاء الإنسان، طلب الإنسان إلى الله يوجب الصعود في مراتب غنى النفس. تكون النفس غنية حتى لو ما عندي عين مو على هذا وراء، عين على الله. طبعا يعمل مو يكسل ويكون بطال، لا يعمل، أما في نفس الوقت أنا مو على هذا وراء. إذا أفرض فت شخص مكفوف البصر العياذ بالله، ما يتحسر أنه زيد وعمه فلان صديق وفلان رحم ليش عنده بصر وأنا ما عندي؟ أنا على الله، يسأل من الله، إذا أموال قليلة عندي، إذا مشكلات عندي، إذا كذا. غنى النفس وأغنني وأوسع علي، على للضرر إلا في نكتة بليغة بلاغية، والنكتة البلاغية كثيرة كثيرة الموارد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش على مو ليه؟ على للضرر، على للضرر إذا كان في مقابل اللام، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليش فلا جناح له؟ له أكون نكات خاصة توجب نكات بلاغية لها معنى، مو فقط نكتة أدبية محضة، لا، نكات خاصة لأجلها تستعمل كلمة على في مكان اللام منها هنا. وأوسع علي مو وأوسع لي، لأن السعة ما دام هي من الله سبحانه وتعالى فكأنه ضمن أشرب معنى شيء من فوق ينصب على الإنسان. الرحمة يمثل بها، يعني يمثل بمثال المطر، كما أن المطر ينزل من فوق، الماء أيضا ينبع من تحت الأرض. أما التمثيل بالمطر لماذا؟ لأنه يغمر الإنسان. الإنسان إذا تمطر السماء، إذا يروح تحت المطر المطر يغمره، أما إذا الماء يطلع من الأرض مكان معين يطلع الماء، من الممكن الإنسان يروح هناك في النابع في العين ويستفيد من هذا الماء. فباعتبار أن سعة الرزق هذه التوسعة صادرة من الله، كأن هذه التوسعة ضمنت معنى أو أشربت معنى، على تعبيرات الأدبية المختلفة، أشربت معنى ما ينصب من فوق من الرحمة، من الحنان، من العطف، من اللطف من الله سبحانه وتعالى. وأوسع علي في رزقك، مو من رزقك، موارد أخرى أكون من رزقك، من إما للبيان أو للتبعيض. سنشيل في نخلي من، شوف شلون يصير. هذه كلها نكات بالمقدار اللي أنا أفهم، وما أفهمه أنا في مقابل واقع هذه النكات صدق كالعدم،
شيء يسير كالعاده. اوسع علي من رزقك، يعني من بعض رزقك، من التبعيض تشيل من وتخلي بعض، اوسع علي بعض رزقك، او يكون بمعنى البيان من التبيين، اوسع علي من رزقك، تكون من زائده كان وجوده هو وجود من، وجود لمحي، وجود جمال التعبير، يعني اوسع علي رزقك. اما اذا اوسع علي في رزقك، واوسع علي في رزقك، في ظرف رزق يكون مضروب، يكون نفس الرزق هو الظرف، في علامة للظرف، معنى حرفي بعد معنى في الغير، في للظرفية، مو هو في ظرف، يعني رزقك ظرف، يعني إلهي كما أستفيد أنا، إلهي هذا الظرف، هذا الرزق اللي جعلته لي، كأنه تشبيه بأن الإنسان جعل في وعاء من الرزق، هذا الوعاء، هذا الظرف رزقه، هذا الرزق وسع متر مربع، سوي متر نص مربع، سوي مترين مربع، متر مكعب، سوي مترين مكعب، وهذا أبلغ. يعني لاحظوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام في حين أنهم كانوا منصرفون كمال الانصراف، كمال الانصراف بما لكلمة كمال من سعة، كمال الانصراف إلى الله سبحانه وتعالى عند تكلمهم مع الله، عند دعائهم مع الله، أما كان لا يفوتهم هذه الدقة. طبعا هذه الدقة نحن بحاجة إلى تأمل، بحاجة إلى تفكر للالتفات إلى هذه الدقائق، أما الأئمة عليهم الصلاة والسلام وإنا لأمراء الكلام، عروق الكلام، فروع الكلام، منهم وإليهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا بالنسبة إلى بعض ما في هذه الكلمات، في هاتين الجملتين، وأغنني غنى النفس، وأوسع علي في رزقك، اجعل من ضمن، مو من ضمن، من استغنيت نفسيا أو صعدت إلى مراتب أعلى، أوسع علي في رزقك. الفقر والغنى كما ذكرت مراتب لهما، قد يكون فقر، فقر لأوليات الحياة، مثل قصة ابن مسعود مع أصحابه اللي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم في بحث سابق، يعني بحث، مو هذا البحث السابق، في بحث سابق تقدم نقل الرواية، إنه قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله صار لنا 4 أشهر ما حصلنا على شرب وأكل سوى الماء واللبن وورق الشجر. قد يكون هذه مرتبة من الفقر، مرتبة نازلة من الفقر، مرتبة شديدة من الفقر. مرتبة ثانية من الفقر أن الإنسان أوليات المعيشة عنده، أما بمقدار أكثر من ذلك ما عنده، يعني أفرض عنده فلوس بمقدار ما يقتات خبز وبصل، ابن مسعود وأصحابه حتى خبز وبصل ما كان عندهم، خبز وجبن ما كان عندهم، خبز وسبزي ما كان عندهم، خبز ما كان عندهم أصلا، فد مرتبة لا عنده خبز، عنده ما يشبع بطنه، أما
في مستوى فقط خبز وبصل، خبز وسبز. فد مرتبة أعلى من هذا؟ لا، عنده أكل أكثر من هذا، أحسن من هذا، بس ما عنده بنسبة شأنه، أو ما عنده فعلاً قوت سنته، يعني لكل سنته. هؤلاء كلهم هالأقسام الثلاثة بالإصطلاح الشرعي فقراء، كل هذول فقراء. ذاك اللي يأكل ورق الشجر فقير، وهذا اللي يأكل خبز لبن خبز جبن فقير، وهذا اللي يأكل تمن الدجاج ولكن لا يملك قوت سنته فعلا، هذا أيضا فقير شرعا. ولكن هذه المراتب نفس الشيء بالنسبة للغنى، مراتب الغنى، الغنى المالي مو غنى النفس. الفقر الممدوح والفقر المذموم. هناك لا شك بالمئات والمئات من آيات القرآن والروايات أكدت على أن الإسلام في مختلف المجالات في مختلف الأبعاد أمر وحرض، في بعض المصادق أوجب، في بعض المصادق ندب وفضل على العمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والسعي، واحد لازم يشتغل يحصل رزقه، كل بحسب طاقته وكل بحسب إمكانه تمكنه. ولكن إذا عند محذور ما يقدر يسعى، مريض أو يسعى وما يحصل، من الناحية الفكرية الله سبحانه وتعالى خلق مستوى ضعيف ما يقدر يحصل رزق، مو أنه قصر في تحصيل الرزق وصار فقير هذا الفقر الممدوح. أما إذا لم يقصر، إذا قصر هذا الفقر المذموم، إذا لم يقصر هذا الفقر الممدوح. ولذا تناقض ماكو، تعارض ماكو، المورد يختلف، روايات أكل مدح الفقر وروايات أكل ذم الفقر. الفقر سواد الوجه في الدارين، هذا ذم الفقر، هذا للفقر الذي كان بتقصير الإنسان، يقدر يشتغل ما يشتغل، يقدر يعمل ما يعمل. ينقل عن أحد العلماء أنه جاء شاف واحد فقير مستعطي، قاعد يستعطي كل شيء ماله، قال له فلان أنا أعطيك هذا المبلغ، المبلغ زهيد قليل، مد إيدك هاي اليمنى، مدها وقبضها مديها وقبضها. هو فقير، الرجال قاعد يشكل سويت، قال له انطبعت في الفلوس بس شي قليل، قال له هاي ايدك اليسرى همدها واقبض، همدها وقبض، انطفت شي، قال له هاي رجلك اليمنى مدها واقبض، مدها وقبض، طافت شي، قال هاي رجلك اليسرى مدها واقبض، انطفت شي، قال قوم قوم على حيلة وامشي، قام ومشي. قال له إيدك ما بيهش، إيدك اليمنى واليسرى ما بيهش، ورجلك اليمنى ما بيهش، ورجلك اليسرى ما بيهش، بدنك ما بيهش، ما بيهش بدنك، ليش قاعد تستعطى الناس وعش دور؟ نكتة لطيفة. هذا اللي يقول ما عندي وصدق ما عنده، حتى خبز ما عنده ياكل، هذا مذموم، هذا الفقر مو فقر ممدوح. عن النبي صلى الله عليه وآله: ملعون من ألقى كله على الناس. نعوذ بالله، هذا مو خاصا بالفقر،
كلما جاءهم أطلاقكم كلهم أطلاق في أيش. أنا أدركت من كانوا يتحاشون حتى عن طلب إقلاص ماي خوفا من أن يكون مصداقا لهذا الحديث. هسه في هذا الحديث ملعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ببالي أنا شايف حديث آخر تكرار ملعون، ملعون ملعون من ألقى كله على الناس. قد يكون فرض الأب لجهة أرجح أهم، يريد يربي ابنه ومفروض عليه تربية ابنه، فريضة واجبة أو فريضة مستحبة، مفروض بالأعم قصد يعني موارد واجبة وموارد مستحبة. هذا مو بحثنا، هذا بحث التزاحم التزاحمات. أما أصل المطلب ملعون من ألقى كله على الناس، هذا الفقر الملعون. في البحار موجود، يعني أنا شايفه بالبحار، عن أحد أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ينقل الإمام عليه السلام حديثا قدسيا أن موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى قال إلهي، مضمون الحديث ولعله نص الحديث، من أبغض الخلق إليك أو من أبغض عبادك إليك؟ الجواب من الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي جيفة بالليل وبطال بالنهار. هي الكل نايم، هذا تشبيه. الجيفة الجثة الميتة الجايفة هاي ما تتحرك من مكانها، هذا هم من يصير الليل كل نايم، لا صلاة لا عبادة لا مطالعة لا تأمل لا استغفار لا تفكر، وبالنهار شنو شغل بطه، أبغض العباد. نعوذ بالله. ود أحيانا هسه هاي المرتبة هذا الأبغض، فد مرتبة أقل من هذه المرتبة، قسم من الليل جيفة وقسم من النهار بطان، هذه هم في المرتبة، مؤامر دار بين الوجود والعدم مراتبها. في المقدار اللازم لبدنه ينام أكثر من ليش نام صار الليل خلي الليل، وبالنهار ليش يكون بطال؟ الإنسان دقيقة من حياته دقيقة واحدة لازم لا يكون بطال. طبعا مع ملاحظة التزاحم، أنا بحثي مو بباب التزاحم، لا شك أن هناك أحيانا الإنسان يحتاج إلى استراحة، هاي مو اسمها بطالة أصلا، البدن بحاجة إلى استراحة. وإن لبدنك عليك حقا، بدن على الإنسان حقا، إذا الإنسان ما أعطى حق البدن ما يقدر يشغل البدن في تقوى الله، ما يقدر يشغل البدن فيما يرضي الله فيما أمر الله، هذا ما يسمى بطال، هذا حق حق البدن. أما أكثر من ذلك جيفة بالليل وبطال بالنهار. الإمام الصادق صلوات الله عليه حديث آخر أكو مضمون الحديث أيضا، شخص قال للإمام ابن رسول الله أنا فكري، مضمون الحديث مو في مستوى أقدر أطلع رزقي بواسطة فكري، إيدي هم تشتغل هسه ما أدري إيده معيوبة معضوبة ما أدري إيش بيها إيده، في الحديث يقول إيدي هم ما أقدر أشتغل بها أطلع رزقي، مو في مستوى الفكري حتى من فكري أطلع رزقي إيش أسوي. الإمام قال له احمل على رأسك واستغنى عن الناس، يعني صر حمام، رجال جاي من سفر
عنده متاع، يريد واحد يحمل متاع. أنت خلي على رأسك وامشي، رأسك هو ما بيشي. الاستغناء عن الناس، واحد لازم يشتغل ويستغني عن الناس، مو أنه يستغني عن الناس وبطال. احمل على رأسك، يعني حتى لو وصل الأمر إلى هذا تقدر تحمل على رأسك، احمل على رأسك واستغنى عن الناس. هذا إذا فقير، هذا إذا يستعطي ويقدر يحمل على رأسه، فكر ما عنده، إيد ما عنده، رجل عنده، يقدر يحمل على رأسه ويمشي. هذا الفقر يكون هو الفقر المادي، هذا الفقر الذي هو سواد الوجه في الدار. أما الفقير اللي ما يقدر وما عنده، هذا اللي ليش في الآخرة سواد الوجه. هؤلاء المقربون عند الله الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. هذا أي فقر؟ هذا الفقر الممدوح المحمود. أكو الدعاء لإمام النبي صلى الله عليه وآله، قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أيعدلان كفر وفقر؟ قال: نعم. الفقر يكون طريقا للكفر. أو بس النبي ما يقول طريق، يقول يعدلان في مستوى الفقر. يعني الفقر هل قد مذموم عند الله سبحانه وتعالى؟ اللي رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ إلى الله سبحانه وتعالى منه ومن الكفر في دعاء واحد. أغنني، يعني إلهي أعطني غنى النفس، وأوسع علي، يعني اللي استظهر عنه، وأوسع علي في رزقك. رزقك رزق مصدر، المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول. رزقي رزقك، رزقك يعني الرزق النازل من الله إلى العبد، رزقي يعني الرزق الواصل إلى العبد. دائما التضايف، ما ممكن وجود أحد المتضايفين بدون المتضايف الآخر. يعني دائما رزق الإنسان أكيد أكو من صدر عنه الرزق وهو الله سبحانه وتعالى، رزق الله أكيد أكو من وصل إليه الرزق وهو العبد. ولكن في الأدعية في المستقبل أنتوا لاحظوا، استفيدوا من دقتكم، في بعض الأدعية والروايات أكو رزقي في هذا الدعاء، وبعض الأدعية الأخرى أكو رزقك. قد أكو التفات إلى صدور الرزق، مصدر الرزق، قد يكون التفات إلى مورد الرزق. إلهي هذا اللي يجي منك بصوبي رزقك، من هذا الرزق وسعه، مخلي فد مجال خاص لي، خلي أوسع. بيده الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، مخلي لي مثلا فد رزق معين، إلهي وسع. وبالدعاء يوسع، وبالسعي يوسع، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هم هذا هم هذا، كلاهما هم غنى النفس، هم سعة الرزق، كبقية الأمور بحاجة إلى دعاء وبحاجة إلى سعي. المقدار اللازم من السعي إذا الإنسان عمله في غنى النفس، غنى النفس شلون يحصل؟ الإنسان يلاحظ تاريخ المعصومين، تاريخ الأتقياء، تاريخ الماضين من الصالحين، كما في حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الصالحين قبلكم. يلاحظ تاريخهم، يلاحظ شلون كانوا يسوون.
أكثر من هذا إذا سعي سوى بقي على الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى. إذا الدعاء في المستوى والسعي في المستوى هم ما وصل إلى نتيجة، هذا امتحان، هذا اختبار، وأنه لا يسعى ويدعو أو لا يدعو ويسعى، لا يدعو ويسعى معا، كل مع ملاحظة المناسب بالنسبة إلى غنى النفس، حتى النفس تكون غنية. الإنسان إذا حصل على أي نسبة من مراتب غنى النفس هذا حصل على كل شيء في الدنيا، انفتح عليه باب كل خير في الدنيا. طبعا مو معنى أنه سهل، أكو يلاقي صعوبة، أكو صعوبة بي، أما انفتح عليه بنسبة ما حصل من غنى في النفس انفتح عليه أبواب الخير، الدعاء والسعي. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أن يوفقنا للسعي في تحصيل مراتب أكثر من غنى النفس، وفي تحصيل مراتب أكثر من سعة الرزق، ويستجيب هذين الدعائين منا أيضا، وأغنني وأوسع علي في رزقك. هسه إذا أنتم قرأتوا هذا الدعاء بعدين ردتوا الأكثر من ذلك ما يخالف، مستقلا عن الدعاء قولوا ووسع علي في رزقك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعالمين.